تم في كاتدرائية القديس جوارجس أم السماق بعمان رسامة الشماس ينال عوابده شماسا إنجيليا، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران جوزيف جبارة بحضور عدد من الأباء الكهنة وشخصيات دينية ومدنية. المزيد في هذا التقرير. يخص شعر عبد الله ينال بسم الأب والابن والروح القدوس آمين. ببركة سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، تم في كاتدرائية القديس جورجيوس أم السماق بعمان رسامة الشماس ينال فايز عوابده شماسا إنجيليا، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران جبارة بحضور المونسنيور جمال خضر النائب البطريركي لكنيسة اللاتين في عمان وعدد من الأباء الكهنة وشخصيات دينية وجمع من أبناء الرعية وذوي الشماس ومعارفه. وأكد المطران جوزيف جبارة في عظته وجوب أن يضع الخادم آية اليوم نصب عينيه ليعيش اتحادا كاملا مع السيد المسيح، داعيا الشماس عوابده لتقديم الاحترام والطاعة والارتباط الوثيق بالكنيسة، وأن يختم الأسرار المقدسة بأمانة وإخلاص. واستشهد سيادته بكلام السيد المسيح حين قال: من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. ومن هنا ينبغي على الإنسان لأن يكون شماسا أن يخدم الكنيسة والرعية وأن يضع كلام الرب بين عينيه. بده يكون باتحاد مع الرعية اللي بده يخدمها، بده يكون باتحاد مع المؤمنين، بده يكون باتحاد مع كافة الأنشطة الموجودة في الرعية، الكشافة، الشبيبة، الأولاد، الأخوية، البراعم، بده يكون معهم، وإلا ما بيقدر، ما بيقدر لا الشماس ولا الكاهن ولا الأسقف إنه يكون لحاله. من ليس معي فهو علي. تصوروا بدل ما يكون مع السيد المسيح يصبح ضد السيد المسيح، وهذا الخوف، الخوف بحياتنا نحن المكرسين كهني وأساقفي وشمامسي أنه نصبح ضد السيد المسيح لأنه نبتعد عنه. إذن من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. العنصر الأساسي بخدمتنا هي الجمع، وكل أحد الجماعة تجتمع، الجماعة تجتمع لتسمع كلمة الله، تجتمع لتحتفل بالفخرستية، تجتمع لتسمع الإنجيل المقدس. من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يفرق. هيدي الخطورة، خطورة وحيدة بحياتنا نحن المكرسين أساقفي وكهني وشمامسي، إنه أولا ما نكون مع السيد المسيح، وثانيا ما نكون عم نجمع، نكون عم نفرق. ثم انتقل سيادته في عظته إلى موضوع التلمذة، مشيرا إلى أنه لا يكفي للشماس أن يتتلمذ فقط بالكنيسة، بل يجب عليه أن يتتلمذ أيضا مع السيد المسيح، كما أن التلميذ يتعين عليه الجلوس عند قدمي المعلم. لذلك فإن المعية للشماس الإنجيلي هي ضرورية، موضحا بأن الشماس عليه أن يبقى على الدوام مع الأسقف ومع الكهنة ومع الرعية التي يختمها. كيري ليسون، كيري ليسون، كيري ليسون. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كيري ليسون، كيري ليسون، كيري ليسون.
يا أشعيا ارقص طربا لأن العذراء قد حملت في أحشائها وولدت ابنا هو عمانوئيل تشفع إلى الرب أن يرحم نفوسنا المجد لك أيها المسيح الإله فخر الرسل وبهجة الشهداء الذين كرسوك بالثالوث الواحد في وبهذه المناسبة يتقدم مكتب نورسات وفريق العمل بالدعاء إلى العلي القدير أن يتمم دعوة أخيهم الروحي وصديقهم الشماس ينال ويسدد على طريق البر والقداسة دعوته.